للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. يا رب نعترف بجمودنا وكسلنا في طرح الأسئلة اللي لازم نطرحها، وعدم قدرتنا على تفهم وجهات نظر الآخرين في بعض الأحيان، ونقر بذرات الكبر اللي بتملأ قلوبنا فتقوض تواضع أنفسنا، وما بتسمح لناش إن احنا نتحدى افتراضاتنا ونتحقق من أخطائنا. يا رب امنحنا القدرة على تغيير ما يجب علينا تغييره في أنفسنا، وامنحنا الألباب المتفتحة والعقول المتفكرة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات رمضان بودكاست مع حنان عواد. زمان قريت إنهم كانوا بيقولوا على أينشتاين وهو صغير إنه متخلف، وكانوا بيضربوا بعض الأمثلة، منها مثل لطيف خالص إنه هش الفرخة ورقد هو على البيضة. في نظر أم أينشتاين اللي كانت فهماه كويس قوي، هو كان عايز يعرف ايه اللي بيحصل لما الفرخة ترقد على البيضة. هو مش عارف، مش فاهم. الناس ساعتها ما كانوش عارفين انه فضوله هو اللي كان بيدفعه للتساؤل، والتساؤل تاني، والتساؤل تالت، وهو اللي دفعه للتعلم، وحبه للتعلم هو اللي دفعه للتجربة وللتخيل. عادي جدا لما طفل صغير يقعد يسأل ويسأل ويسأل، لكن للأسف في النهاية بنفقد أعصابنا ونزعقله عشان يبطل أسئلة، وبنعتبره نوع من قلة الأدب. أنا بطبعي إنسانة فضولية، وكل اللي قابلتهم في حياتي من الناجحين اللي عرفهم فعلا كان عندهم فضول، والفضول ده كان بيدفعهم للسؤال والتعلم والتغيير للأفضل. تعالوا النهاردة نتكلم عن الفضول. الفضول أنواع، منه الفضول المذموم وهو اللي معروف عندنا، اللي بمعنى التطفل، التدخل في شؤون الآخرين، مين اتجوز مين، عرفوا بعض ازاي، ده بيكسب كام، دول بيجيبوا فلوسهم دي كلها منين. في كمان فضول محمود، والعلماء بيشيروا لهذا الفضول أحيانا بفضول الأطفال، وهو الرغبة في معرفة كيف تعمل الأشياء، ايه السبب ان الحاجات دي زي ما هي كده، ليه ده بيعمل كده، ليه ده بيقول كده، لو نقصت حاجة هيحصل ايه، طب لو زودنا حاجة هيحصل ايه. والفضول المحمود مش بس في الجوانب العلمية، ده كمان في الامور النفسية والاخلاقية وحتى كمان الروحانية.
زمان سألت ماما يعني ايه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. طبعا ماما هبت فيا هبة فظيعة، لانها ببساطة افتكرت ان سؤالي سؤال اعتراضي، اني بعترض على الشهادة. افتكرت الموقف ده برضو لما زميل بيحكي لي انه اتشتم من باباه علشان سأل هو مين سيدنا محمد ده، وكمل كمان وقال له انا معرفوش، انا عمري ما شفته، ويعني ايه اصلي عليه. للأسف ده فضول محمود اتعامل على انه فضول مذموم. هذا السؤال كان سؤال حقيقي من طفل مش فاهم ومش عارف وعايز يعرف. وكلمة فضول في اللغة العربية جاية من الجذر اللغوي فضل، فاء ضاد لام، وده معناه في الأغلب الأعم الزيادة أو البقية، وأحيانا بيفهم على أنه ما لا فائدة فيه، وطبعا بيفهم على أنه التدخل في شؤون الآخرين، وهو ده المعنى السائد عندنا اليومين دول، رغم أن الفضول بيختلف عن التطفل. والفضول أحيانا بيشير لعملية المفاضلة بين أمرين. في ناس الدين بيدخل من قلبها، وفي ناس الدين بيدخل من عقلها. ربنا خلقهم كده، لازم يتفكروا ويفهموا المنطق من فرض الصيام أو الصلاة أو حتى دخول الحمام بالرجل الشمال. فما ينفعش نقول للطفل أو غيره بيسأل سؤال وعايز يعرف هو كده هي كده اتعلمناها كده ما تسألش. والأسوأ إننا بنزعق له، والأسوأ وأسوأ إننا أحيانا بنضربه. أمهات كتير بيشتكوا إن أولادهم مش قادرين يحفظوا القرآن زي أولاد تانية، وشايفين إن ده معناه ضعف إيمان أو مشكلة في الولد. أنا شايفاه ببساطة إن ده دلالة إن القرآن للولد شيء مبهم، كلمات مش عارف معناها، فبالتالي مش مسمعة حاجة في عقله. والأطفال ما تعودوش على كده، على الأقل قبل ما احنا نغيرهم. بيقرأ الكلام علشان يفهمه، بيقرأ القصة علشان يتتبع الحبكة ويستخلص بنفسه العبرة، فلما يقرأ كلام مش فهمه إزاي يحفظه؟ اتقال لي قبل كده بس شفتي الأطفال اللي بيحفظوا القرآن وهم عندهم 7 سنين ومش عرب أصلاً؟ عايزة أقول لكم أني مرة كنت بدرس تطوعي في مدرسة إسلامية، وكان في مجموعة من الأولاد بينهم ولد إثيوبي مسلم. الولد مش عارف ولا كلمة عربي، كنا بنتعلم الإسلام باللغة الإنجليزية، لكن يا الله على صوته وحلاوة صوته وتلاوته للقرآن والتشكيل الصح، انبهرت. فولد تاني من جنسية عربية سأل على معنى كلمة، فسألت الولد الأثيوبي على معنى الكلمة، فقال لي ما يعرفش. قلت له طب الكلمة دي؟ قال لي ما عرفش. الكلمة دي ما عرفش. قال لي أنا مش فاهم ولا كلمة من اللي أنا بقراه وحافظه. الكلمات دي كانت كلمات عادية حتى للي هم مجرد الناطقين بالعربية، اللي هم مش يعني مش متفقهين في القرآن، لكن الولد معرفهاش. كان حافظ الكلام لأنه أجبر على الحفظ، مش فاهم المعنى. وده فكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم من تعلم القرآن وعلمه. يا جماعة مش الحفظ، التعلم. كان في مرة قصة عن أحد الصحابة اللي حافظ القرآن في 13 سنة لأنه كان بيحاول يطبق كل آية بيحاول يحفظها. هو ده التعلم،
فلما نركز على الفضول المحمود، إذا نجحنا إننا نثير فضول أولادنا وسبنا لهم المجال يسألوا يعني إيه؟ ليه؟ إزاي؟ إحنا كده فعلا هننجح معاهم إنهم مش بس يتعلموا القرآن ويكون ليهم كمان منهاج حياة، مش كلام فاضي ملوش معنى مش فاهمينه بيرددوه زي البغبغانات وخلاص. في بحثي عن الفضول وجدت دراسة علمية بتقول ان الفضول شيء جيد، حاجة كويسة، وعلماء النفس اللي عملوا الدراسة دي وجدوا ان الفضول مفتاح للنمو الشخصي، ومش بس كده، وزيادة قوة علاقاتنا مع الآخرين. في مثل أجنبي بيقولك ايه؟ الفضول قتل القطة، curiosity killed the cat. يمكن عشان قصة ان القطة كانت مبهورة بشيء معين، فيمكن وقعت ولا وقعت في برطمان زيت ولا حاجة فماتت. لكن الدراسة دي اللي كانت جاية من جامعة بافالو وجدت ان الفضول شيء جيد جدا جدا للناس، وان درجة فضولنا، ما هو الفضول ده درجات، درجة فضولنا بتأثر على فرص نمونا الشخصي وتطوير علاقتنا مع الآخرين. والدراسة ربطت الفضول والعلاقات مع بعض، وإزاي الفضول ده بيأثر على نمو شخصيتنا ومواردنا وموارد علاقاتنا كمان. فالناس الأكثر فضولاً اللي عندهم بقى مقياس فضول عالي بيبقوا نفسهم يجربوا تجارب مختلفة، فبالتالي حصيلة خبراتهم بتبقى أعلى وأكتر بكتير من الأقل فضول. ووجدوا كمان إن الناس الأقل فضول عرضة لإدمان منبهات معينة زي الأكل، زي الفرجة على التلفزيون، زي طبعا في الحالات القصوى اللي هي المخدرات وحاجات تانية. والفضول أساسا في علم النفس هو نظام تحفيزي عاطفي إيجابي، يعني محفز كويس مش وحش، ده في الحالات الكويسة، وهو اللي بيخلينا نعترف بمشاكلنا وأخطائنا، هو اللي بيدينا الدفعة اني اسعى واني انظم حياتي واني اخوض تجارب متعددة علشان الاقي فرص كويسة لنفسي. والفضول مقدمة للتعلم وتنمية العلاقات القوية، والاشخاص اللي عندهم هذا الفضول المحمود عندهم رضا وعندهم نجاح كمان، لأنهم قادرين أنهم يعرفوا ويشوفوا الفرق في الاختلافات ما بين شخص وشخص، ورغبتهم في خوض تجارب مختلفة بيديهم حصيلة من الحكمة والقدرة على الحكم على الأشياء. في الإسلام يمكن كلمة فضول اللي هي جاية من الروت اللي هو الجذر فضل، جت بمعنى الفضل اللي هو حاجة كويسة. يمكن فضول نفسها ما تذكرتش مثلا في القرآن أو ما تذكرتش في السنة، لكن لو ربطنا الفضول مع التعلم وحب التعلم هنلاقي إن كل الديانات حثت على التعلم. تعالوا مثلا أول آية نزلت إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
ده احنا مأمورين ان احنا نقرأ، مأمورين ان احنا نتعلم. بيذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لما يقول مفهوم جديد او حاجة عايز يؤكد عليها بيعيدها 3 مرات عشان الناس تفهم. مش مهم كان عنده ان الناس تسمع وبس، لا، تسمع وتفهم وتطبق. كمان كانوا بيقولوا عن نساء الأنصار مقارنة بالنساء الأخريات ان هم يعني كانوا من احسن النساء، لان كان فيهم خصلة حلوة جدا، ما كانوش بيخلوا الحياء والكسوف والخجل والأحكام المجتمعية المغرضة تمنعهم انهم يسألوا يتعلموا. ويمكن دي حاجة كانت غريبة على المهاجرين اللي جايين من مكة بمجتمعها المقفول، وان الست ما تنطقش وما تتكلمش. ده المجتمع اللي بعث اليه النبي عليه الصلاة والسلام. لما راحوا المدينة وجدوا اختلاف شديد بين نساء مكة ونساء الانصار، وكان اهم حاجة فيهم ان نساء الانصار كان عندهم القدرة ان هم يتكلموا عن اللي عايزينه ويسألوا. ومش بس كده، ده كمان كانوا بيجادلوا الصحابة ويغلطوهم. لما سيدنا عمر قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، هو طبعا ما كانش عارف هي مين، كانت بتكلمه من ورا. فالفضول المحمود ده شيء كويس قوي إذا جه بشكل تلقائي وما كانش بيقود إن إحنا نصدر أحكام على الآخرين، إن إحنا نستكشف من أجل الاستكشاف والاستزادة من المعرفة، مش إن إحنا نتصيد لهم الأخطاء، لا، إن إحنا نتعلم، إن إحنا نحاول نلاقي أجوبة على الأسئلة اللي جوانا. وبيجي بسهولة، يعني ما بيبقاش له أجندات، ملوش دوافع خفية. أنا بسأل عشان أعرف، عشان مش عارف إيه، عشان يمكن أذي الشخص ده. ولا الفضول المحمود دايما دايما بيساعدنا إن إحنا نتعلم حاجة جديدة ونفهم العالم اللي حوالينا بشكل أفضل، ونتحدى قيودنا، سواء القيود دي اللي فرضناها على نفسنا أو اللي فرضتها مجتمعاتنا علينا. وهو اللي بيحفزنا إن إحنا نشارك في الحياة ونحسن نوعية الحياة اللي إحنا عايشينها. أما بقى الفضول المذموم ده العكس تماما، ده مش فضول نابع من حب للتعلم، ولا عشان يحفزنا لمعرفة حاجة تانية، ولا ان احنا نستكشف ايه العالم والتجارب اللي فيه والكلام ده. واسوأ نوع بقى من الفضول هو الفضول اللي بيخلينا عندنا خيبة امل، ان انا اعرف معلومة كويسة او حاجة كويسة عن شخص ما، فبدل ما اتعلم ازاي انا كمان اخلي حياتي كويسة، احس بخيبة الامل او بالحقد كمان على هذا الشخص. في بقى نوع تالت أنا أضفته للقائمة، هو الفضول عديم الفائدة. ده بقى يعني إيه، لا طعم له ولا لون ولا رائحة. لو عرفت المعلومة دي أو ما عرفتهاش مش مشكلة، مش هتأثر عليك. تلاقي مثلا الناس اللي بتتتبع أخبار الفنانين والناس اللي هي المشاهير والحاجات دي، ده فضول عديم الفائدة، ما بيفيدش بأي حاجة إلا إذا تتبعت الأخبار دي عشان أتعلم حاجة مثلا، وفي أغلب الأوقات ما بيكونش هو ده الوضع، ما بيكونش فعلا نحنا بنتعلم حاجة أصلا. وفي بقى كمان من ضمن الفضول عديم الفائدة ده، بل بالعكس ممكن يكون من الفضول المذموم، هو الفضول اللي بيشتت تفكيرنا.
فنبقى عايزين نشوف ده ونشوف ده ونشوف ده ونشوف ده وما نركزش في الحاجة اللي احنا فيها. للأسف اما نملى حياتنا بأمور كتيرة قوي 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 وما نركزش في الآخر. انا حسيت في فترة من الفترات ان ممكن فضولي لتعلم الأشياء يدخلني في 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 الفيشس سايكل دي، في الحلقة المفرغة الجهنمية دي، ان انا احب اتعلم هنا واحب اتعلم هنا واحب اتعلم هنا واحب اتعلم هنا. فاديت لنفسي، عارفين زي ما ايه، تبقى مش عايز تشرب مثلا من حاجة كتير فتحط لنفسك في كوباية صغيرة بدل ما تحط لنفسك العصير ده في كاسة كبيرة، لا تحطها في كوباية صغيرة. فانا بقيت ادي لنفسي وقت معين عشان يعني اطفي نار الاثارة دي اللي انا عايز اشوفها لما اتعلم حاجة جديدة. النهاردة اقري في الموضوع ده، وعلى اخر اليوم قرري، يعني كنت بقولها فعلا لنفسي كده، على اخر اليوم قرري اذا كنت هتكملي في الموضوع ده ولا خلاص كده كفاية. لاني ما كنتش عايزة الاهتمامات بتاعتي تبقى من مشتتات انتباهي، او انها كمان تعمل لي بيسموه خدر العقل، ان انا ادور على اجابات لأسئلة بس الإجابات دي مش هتفيدني، فيبقى العقل شغال 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 بس في نفس الوقت متخدر، لأن الأسئلة وهذه الأجوبة ما أفادتنيش بحاجة، فبالتالي استنفذت طاقتي وسحبت كده شفطت طاقتي، فبقيت مش لاقية عندي طاقة إن أنا أجاوب على الأسئلة المهمة أو أدور أو أبحث أو أتعلم الحاجات المهمة اللي لازم أتعلمها. طيب، عرفنا أن في فضول محمود، في فضول مذموم، في فضول عديم الفائدة، لكن كلنا عندنا فضول بدرجات متفاوتة، وأحسن حاجة هي إن احنا نعرف إزاي نستغل الفضول اللي عندنا. أول حاجة إن احنا نقيم نوع الفضول اللي عندنا، هل هو فضول جيد بيدفعني للتعلم إني أعرف إني أحسن حياتي، ولا فضول مذموم هيخليني أدخل بقى في حيز التطفل والتدخل في شؤون الآخرين، أو فضول لا فائدة مني، سواء سألت السؤال ده أو ما سألتش مفيش نفع هيعود علي. لازم أول حاجة أعرف نوع الفضول اللي موجود جواي. وممكن يكون عندنا الثلاث أنواع دي، نعمل إيه بقى؟ نركز على الفضول الكويس، فضول المحمود. في مقولة بتقولك إيه؟ رأى الملايين سقوط التفاحة، لكن نيوتن فقط هو الذي سأل لماذا. نيوتن كان قاعد في كورانتين، يعني قاعد في حجر صحي أيام الكوليرا، وقاعد تحت شجر التفاح، وقعت عليه التفاح، فكر وسأل هو ليه التفاحة وقعت لتحت ما وقعتش لفوق، ما طارتش لفوق. والسؤال ده خلاه يحط نظريات بتتحكم في حاجات كتير قوي 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 في حياتنا. عايز تستغل الفضول اللي عندك، اسأل أسئلة، ليه، عشان ايه، ازاي، واستخدم الأجوبة دي علشان تقرب خطوة من النجاح أو من الحياة الأفضل اللي أنت رسمها لنفسك في خيالك. مهم قوي كمان إن احنا نعرف ليه بنتصرف تصرفات معينة، أو ليه اللي قدامي بيتصرف تصرفات معينة. زي مثلا احنا دلوقتي قاعدين بنعمل حاجة ومنخرطين في عمل حاجة معينة، فجأة تلاقي عندك رغبة إن أنت تفتح الفيسبوك،
طب ليه؟ عشان اشوف اصحابي كاتبين ايه، عشان اشوف اخر الاخبار. ليه؟ هل انت خايف يفوتك حاجه، خايف يفوتك معلومه؟ هل انت اعتمدت اعتماديه كبيره قوي على ان انت تلهي نفسك بالتواصل بوسائل التواصل الاجتماعي والواتساب؟ خليني كل شويه ابص على الواتساب واشوف المسجز واجيب الحوار من اوله والكلام ده. فبالتالي بقى مخك معتمد اعتماد كبير على الموضوع ده. هل نفسك تبقى حاسس ان انت محبوب طول الوقت والناس بتعلق على الكلام اللي انت بتكتبه؟ ليه كده؟ لو انت عايز تجرب تجربة معينة، فكر ليه انا عايز اجرب التجربة دي؟ ايه الاحساس اللي انا عايز احسه؟ حول فضولك لحافز، لان الفضول ممكن يكون حافز رائع على فكرة لو ركزنا على الفضول المحمود ده، لان الفضول المحمود او الفضول الايجابي ده هو اللي هيدفعنا ان احنا نوسع معارفنا ومداركنا ومهاراتنا، وبالتالي نخلق حياة حلوة. وللأسف مخنا ممكن ما يكونش هيميز الفرق ما بين أنواع الفضول دي إلا إذا أجبرناه إنه يفكر. يعني تخيلوا يبقى عندنا فضول تجاه الفضول. نعرف إحنا ليه عندنا فضول. هل بأعشق معرفة الأسرار؟ هل حياتي فاضية وخاوية فبالتالي عايزة أضيف عليها بعض الإثارة من أن أنا أعرف جارتي فلانة عملت إيه، وابن عمي فلان اتخانق مع مراته ليه، وفلانة قالت إيه، وفلانة عادت إيه، والكلام ده كله؟ ولا هل عندي فضول أن أنا أتعلم حاجات جديدة، أكلات جديدة، مهارات جديدة، أتعلم حاجة جديدة على الكمبيوتر، أتعلم حاجة جديدة على السيلفون بتاعي، اقرا كتاب جديد عن مجال عمري ما قريت عنه قبل كده فاتعلم حاجه جديده واعرف واو ايه ده، اقرا عن بلاد يمكن ما تكونش عندي القدره ان انا اروحها وازورها لكن اعرف عنها، وبالتالي اتخيل الناس اللي هناك عايشين ازاي، والناس اللي هناك بيؤمنوا بايه، والناس اللي هناك اخلاقهم ايه، وازاي استفيد من اللي انا قريته ده في حياتي انا. سهل جدا جدا ان احنا نستغل كل خصلة فينا استغلال صح. وختاما ندعوك يا الله ان تمنحنا عقولا متفكرة وقلوبا منفتحة، وأن تحرر أنفسنا من السخرية من الآخرين والاستهزاء بهم، وأن تقدرنا على المرونة حتى لا يضلل العناد حياتنا ويحجب بصرنا وبصيرتنا. ندعوك يا الله أن تؤتنا فضول العلماء. أرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة من رمضان بودكاست مع حنان عواد. النهاردة اتكلمت عن الفضول ومعنى الفضول اللي أحيانا بناخده على أنه شيء مقيت مذموم وحش، بس الفضول معاكم اكتشفت أنه له أنواع. لو ركزنا على الفضول المحمود هنحسن حياتنا وهنرتقي بأنفسنا، لكن لو سيبنا الفضول المذموم هو اللي يسيطر على حياتنا هنبقى ناس نوزي حشريين متطفلين، أو الأسوأ إن يكون فضولنا حاجة useless لا فائدة منها، لا طائل من وراها، لا نفع ولا مجدي ولا يزودنا بحاجة. فكروا شوية في الكلام اللي أنا قلته لكم، وياريت لو في حد في حياتكم ممكن يستفيد من الكلام ده يبعتوله الفيديو وخلوه يسمعه، وممكن تعملوا نقاش بينكم وبين بعض، يمكن تلاقوا حاجات احسن كمان من اللي انا قلتها. ف
فتكتبوها لي في التعليقات فاتعلم منكم، عشان انا عندي فضول شديد قوي 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 ان انا اتعلم كل الحاجات اللي انتم متعلمينها. اشوفكم بكره ان شاء الله.